اول حاجة عايزة افرجكم عليها هو الشميز ده، هو عادي جدا، المميز فيه او الشغل فيه بيبقى في الكم بس، ان هو اورجانزا كده. قماشة الاورجانزا نازلة تراندي جدا من فترة، بس انا فكرتش البسها علشان بحسها بتاعت مناسبات اكتر، يعني مش بتيجي على اي حد. فهي ميزتها ان هي تراندي وبسيطة، مش حاجة مكلفة قوي وعملية جدا، وينفع تلبسيها الصبح. تاني حاجة بقى البادي سوت دي جبتها علشان لونها، اولا بحتاجه جدا، لونها مميز جدا. ثانيا احنا عندنا في مصر تسميها كاش مايو، علشان يعني ما بتطلعش لما انتي تبقي لابساها كده، فحبيتها جدا شكلها يعني. الليزر ده بقى قمر قمر يا جماعة. طبعا هو الفلتر مش مبين لونه، هو بس هو لون ستون كده، هو طويل وبيليق على حاجات كتير جدا جدا، وينفع يتلبس على حاجات كاجوال مش بس فورمال او كلاسيك. ويت 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 يا جماعة، الصور بي الماتيريال بتاعته، بس نسيت اوريها لكم من جوه. يعني بصوا هو متبطن وبجد قمر تحفة يا جماعة. قلت اشيل الفلتر لاجل اللون القمر يظهر، بس انا متهيألي برضو اللون مش ظاهر قوي، يعني مش حاسة ان ده لونه على الحقيقة. بس يا جماعة الجو ده هو عايز الجواكت البافتي او البامب. يعني بصوا بقى يا جماعة، دي بتتركب كده في الزونت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.